الفكر والتحليل آياته كالنور لا ترتضي بمثيل قد أعجز البلغاء والنص خير دليل ما رتل الرحمن وأتى به جبريل أين الذي يرضى دكتور عبد الدائم الكحلي الأستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، مسألة مشاهدة الأفلام الإباحية اللي أصبحت إدمان عند بعض الشباب وبعض المتزوجين كمان، ما هي الآثار الصحية السلبية على الإنسان منها؟ الحقيقة يعني سبحان الله ظاهرة انتشرت وسببها الملحدون دائما، يعني انظر الإلحاد هو سبب كوارث العصر، لذلك القرآن الكريم كان متسامحا في كل الذنوب بما فيها القتل حتى إلا الإلحاد. قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني الشرك أو الإلحاد، لأن معظم الحروب سببها ملحدون، معظم مشاكل البشرية سببها الإلحاد، الفواحش، الزنا، هذه المؤسسات الإباحية اليوم تجارة الجنس تجارة رائجة وتدر المليارات على أصحابها، وبالتالي الذين يقومون عليها ملحدون يروجون لها، ولكن للأسف هؤلاء الشباب يقعون ضحية لهذه المقاطع الإباحية التي انتشرت بكثرة اليوم. نحن نهتم بالعلم، ماذا وجد العلم؟ في بريطانيا مثلا أصبح لديهم عيادات خاصة لعلاج الإدمان على المواقع الإباحية، تصور نفس المخدرات يعني. نعم، قاموا بتصوير مجموعة من الشباب الذين يشاهدون هذه المقاطع الإباحية، فكانت الدراسة مذهلة وقالت إن الدماغ يتضرر بشكل كبير وبخاصة منطقة الناصية، المنطقة الأمامية المسؤولة عن التوجه والقيادة وعن أخطاء الإنسان وعن اتخاذ القرار، تتأثر كثيرا وتتلف إذا أدمن الإنسان على مشاهدة هذه المقاطع العارية أو الإباحية، فبدأوا يحذرون من خطورة هذا الأمر وبخاصة أنها تؤثر على اتخاذ القرار، لأن الإنسان الذي يدمن على هذه المشاهد الخليعة تتأثر المنطقة الأمامية من دماغه، وبالتالي لا يستطيع أن يتحكم بسلوكه أو تصرفاته، يصبح ضعيفا أمام نزواته، حتى إنه بعد فترة يفقد الإحساس بالمتعة. بما تنصح الشباب والمتزوجون بالبعد عن هذه الأفلام دكتور؟ الحقيقة ننصحهم بما نصح به القرآن الكريم، الله تبارك وتعالى قال في آيتين: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه الآية هي الحل لمشاكل الشباب اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذن القرآن يؤكد على أن الزواج هو مودة ورحمة واستقرار لتسكنوا إليها والبعد عن هذا. نعم، ويؤكد أيضا أن هذا الزواج هو سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة كونية، النبي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، وبالفعل وجدت الدراسات أن المتزوجون أكثر مقاومة للأمراض من أولئك الذين يزنون أو يكتفون بمشاهدة المقاطع الإباحية، وبالتالي فإن القرآن الكريم والسنة النبوية حذرا من خطورة هذه المشاهد. طيب ما هو الحل؟ الله تبارك وتعالى قال نعود لموضوع أن تشعر بمراقبة الله لك، هذا هو العلاج. الله تبارك وتعالى قال في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم
لماذا؟ إن الله خبير بما يصنعون. قال لك إذا غضضت بصرك وحفظت فرجك فهذا أزكى لك، إن الله خبير بما يصنعون. عندما تشعر وكأن هناك كاميرا مراقبة مسلطة عليك لا تستطيع أن تخطئ، وهذا هو العلاج القرآني الذي ننصح به شبابنا اليوم. أسأل الله العلي العظيم أن يبعدنا عن هذه المعاصي. آمين يا رب. بارك الله بكم وجزاكم كل خير. بارك الله بكم، يا أهلا وسهلا. هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان على الورى إحسانا بالذكر والدعوات يا مبصر الأكوان الذكر خير لسان جود من الرحمن فتح الهدى.